وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ناضرة من النظارة من الضياء والنضرة والبهاء إلى ربها ناظرة. وهنا عدي الفعل بإلى، وهذا ولا شك دليل على رؤية الله تبارك وتعالى. وبها فسرت أيضا الزيادة في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وقد مر بنا الأحاديث في ذلك. وخير من جمع الأدلة وأجاب عن من نفى الرؤية هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، عقد فصلا في إثبات الرؤية وأن هذا أعظم نعيم لأهل الجنة، وقال عن المعتزلة والجهمية إنهم قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم ألا وهو رؤية الله تبارك وتعالى. والمؤمنون في الجنة يتفاوتون، منهم من يرى الله غدوة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة واحدة، ومنهم من يراه مرة واحدة، كل على حسب أعماله. ولكن كما قلت أعظم نعيم لأهل الجنة هي رؤية الله تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.